السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال طقس ظلنا. متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد وهذه نشرية جوية تحذيرية من المرصد الأوروبي لرصد العواصف، حيث يشير إلى العديد من المناطق الجزائرية التي قد تتعرض لأمطار غزيرة وخطر أيضا لتساقط لحبات البرد، وهذا يوم الخميس إلى غاية الجمعة 13 و14 من شهر أوت 2020. إذن في عجالة سنتعرف على مناطق الولايات المعنية، وهذا بداية من أمسية اليوم الخميس، والمناطق المعنية ولاية النعامة، ولاية الأغواط، ولاية الجلفة، ولاية أيضا مناطق البيض، وأيضا ولاية السعيدة وسيدي بالعباس، ولاية تيارت، ولاية المدية، ولاية عين الدفلة، ولاية أيضا البويرة، ولاية سطيف وبرج بارريج، وايضا مناطق ولايه ميلا، ولايه ايضا سكيكدا، ولايه جيجل، وولايه بجايه، تيزي وزو، وبومرداس، ايضا مناطق قسنطينه، قالمه، وسوق راس، ولايه ام البواقي، باتنا، خنشله، وولايه تبسه. كل هذه المناطق متابعينا الكرام حسب ما يشير اليه المرصد الاوروبي هي معرضه لامطار غزيره وتساقط لحبات البرد. ايضا متابعينا الكرام المناطق الجنوبيه ايضا امطار ستكون حاضره على ولايه ادرار، ولايه هندوف، وبرج برج مختار، وايضا مناطق ولايه تتمرس. نتحول مباشره الى يوم الجمعه 14 من شهر اوت 2020، وعليه العديد من المناطق التي قد تشهد امطار غزيره: ولايه باتنا، خنشله، بسه، ولايه سطيف، برج بارريج، ولايه ميلا، ولايه قسنطينه، قالمه، وسوق راس، ولايه ام البواقي، وايضا ولايه سكيكدا، ولايه جيجل، بجايه، والى غايه مناطق تيزي وزو. ايضا متابعينا الكرام الامطار ستكون حاضره على العديد من المناطق التي لم نذكرها، وخاصه ولايات وهران، عين جوشن، تلمسان خلال الفتره الليليه ليوم الجمعه، ايضا ولايه السعيده وسيدي بالعباس، ولايه معسكر وغليزان، ولايه السمسيرت، ولايه عين الدفله، المديه، الجلفه، وايضا الاغواط والبيض، ولاية البويرة، البليدة، وأيضا مناطق خميس مليانة، وأيضا مناطق ولاية برج بارريج، ولاية سطيف، وصولا إلى ميلا، قسنطينة، قالمة، وسقراط، وأيضا السواحل الشرقية، ولاية الطارف، عنابة، سكيكدا، إلى غاية ولاية جيجل. إذن كل هذه المناطق هي معنية أيضا بالأمطار خلال الفترة الليلية ليوم الجمعة. إذن إن شاء الله كل الخير نتمنى للجميع، إن شاء الله غاية نافع لكل المناطق الجزائرية. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.